عسلامة، مرحبا بالناس الكل اللي قاعدين يتابعوا فينا تو مدي 3 و7 دقائق. هذه الوي اف ام سبيسيال سونتي باي ميت بونتين، اول موقع طبي في تونس والوحيد اللي تلقى فيه اقرب طبيب ليك وتاخذ معه موعد على الانترنت. وتنجموا زيدا تسمعوا ليميسيون مباشره على موقع ميت بونتين، وتنجموا زيدا تخليوا الاسئله نتاعكم، سينو تنجموا تكلمونا على 31 380 1000. موضوعنا اليوم هو الدوخه المربوطه بمشاكل في الاذن. دونك اذا كان عندكم اسئله مرحبا بتليفوناتكم. وحاضره بحضنا دكتوره هند بن حسون قويدر، طبيبه مختصه في امراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة واضطرابات السمع واختلال التوازن. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 1000. الو اي اف ام سبيسيال سانتي باي ميد بوينت ان. دكتوره مرحبا بك بحضنا في اي اف ام. يعيشك الله يخليك. دونك دكتوره، احنا اليوم باش نحكيوا على الدوخه اللي مربوطه بمشاكل في الاذن، وجينيرالمون العبيد كل ما نجبدوا لهم على الدوخه قليل من الحق يربطوا الحكايه بمشاكل في الاذن. احنا باش نفسروا لهم اليوم المشاكل هذوما شنو هو. ما احنا هبطنا للشارع التونسي واستنينا لهم حسب رايكم الدوخه هذه شنو هي ديجا، اسكو عندها اعراض اخرى بخلاف الدوخه تكون مصاحبه لها، منيش ابرز الاسباب نتاعها، هل فيها علاجات والا لا، نسمعوا شنو قالوا بعد نجاوبوا. الدوخة برشا عبيد تعاني منها، ومن الأعراض متاعها إسفيف في الوذنين، خاصة العبيد اللي عندهم تنسيون وما يعرفوا تنسيون طلع، كان كي يسمعوا صوت إسفيف في وذنيهم وتجيهم دوخة. زيدا المرضى بالشقيقة تلقاهم ساكن يعانيو من الدوخة ديما. فما نوعية من العبيد اللي تجيهم ترهويجة كها وما يدوخوش، خاصة اللي ما يحملوش السخانة كيما سخانة الحمام. حسب رأيي الدوخة حاجة عادية وما تخوفش، سيختو كي يكون شخص مريض يعني، دونك حاجة عادية باش يدوخ. بعض الحاجات اللي نعرفها تعمل الدوخة كي تطلع التونسيون، ولا فما دقة زايدة، ولا العبد كي يخاف، والحركة الزايدة اللي تعمل ضيق نفس زايدة، يعني واحد يعمل يفور قوي جونغ برشا سبور أكيد باش يدوخ. دوخة جينيرالمون تصير للعباد اللي عندهم اختلال في التوازن، وخاصة مريض السكر. إذا صارت له شوت في معدل السكر يدوخ. حاجة أخرى، فقر الدم زادة يتسبب في الدوخة. أما فما حاجة سمعتها واستغربت منها وماذا بيا كان تجاوبوني عليها، إنه الوذنين ينجموا يكونوا سبب في الدوخة، صحيح ولا لا؟ اصبر على قسمك شويه من هنا حتىك للاربعه نتاع العشيه، تو تعرف اسكو الحكايه هذه تنجم تكون مربوطه بالدوخه اي والا ليه. دونك نعاود نفكركم اللي موضوعنا اليوم هو الدوخه المربوطه بمشاكل في الاذن. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 1000. الدكتوره ديجا مفسر لنا مش معناها الدوخه، اسكو دوخه ترهويجه، دوخه وانت ما تفقد الوعي كومبليتوم والا ليه، هات نفسر لهم بالضبط شنو معناها دوخه. بيان، هو الميكرو تروتوار الحقيقه عبر على شنو احنا نشوفه في العيادات نتاعنا يوميا. اللي الدوخه عندها معاني متعددة ومختلفة، هذاك علاش احنا كي جينا المريض أول حاجة نحاولوا باش نعرفوا شنو هي الإحساس بالدوخة. دونك الدوخة تنجم تكون كما قالوا هما، واحد يحس روحه باش يفقد الوعي، ولا يحس روحه مثلا تاعب فاشل ما يحبش يقوم، ولكن تنجم تكون وهذوما ماهيش دوخة أذن، ينجم يكون دوران، إحساس بالدوران الشديد، يبدا قاعد في بلاصته والدنيا تدور به، وإلا يشوف الحيوط تتحرك، وإلا يشوف السقف هبط اللوطة والقاعة طلعت لفوق. ينجم يكون فاقد توازنه، يمشي كالسكران. ساعات يجيك المريض يقول لك راني نحشم نصلي وماشي في الشارع، جيراني حاشم منهم يقولوش هذا شارب ولا حاجه، لانه فاقد للتوازن. هذوما دوخات نتاع الوذن الحقيقه هما اساسا الاحساس بالدوران الشديد والاحساس بعدم الاتزان. وهل الدوران وعدم الاتزان عنده بلوزيور فورم اون فيت. ينجم يكون دوران يدوم ثواني ويجي وقت اللي انت تحط راسك على المخدة مثلا باش ترقد، هذه وذن تحط راسك على المخدة الدنيا تدور بيك ثواني وتقف، بعد انت تقوم وهي كيف كيف، ولا ترفع راسك لفوق الدنيا تدور بيك. وإلا تجي دوران شديد لمدة أيام متعددة وتشد الفرش مع الدوخة هذه. هذو ما دوخة الوذن، أكل يفقد الوعي ما هيش دوخة وذن، حاجة أخرى. دونك مع الاعراض نتاع الدوخه هذه فما اعراض مصاحبه نجم تكون موجوده، اللي هو مثلا طنين في الوذن، ولا طرش في وذن واحده ما تسمعش، والا اوجاع في الراس اللي حكيو على الشقيقه عندهم الحق، خاطر الشقيقه تعمل الدوخه زاده. دونك يكون معاها عاده اوجاع في الراس، يكون معاها غثيان غرض الردين، ولا كاريمون اذا كانت الدوخه قويه برشا يكون معاها الردين. ينجم يكون معاها مثلا اعراض اخرى اللي هذيك تعطينا اعلام حمراء، مثلا اعراض عصبيه كيما واحد ما عادش يحس في يده، ولا ما عادش يحس في شطر وجهه، هذيك ريد فلاجز، يعني هذيك لازم نردوا بالنا، ماهيش الوذن، هذيك حاجه اخرى. دونك هذوما الاعراض المصاحبه للدوخه مهمين جدا للتشخيص اللي باش نجموا نعملوه. قول قايل دكتور انت من بكلي قلت فما عباد يختل التوازن
التوازن نتاعهم. هو ديجا التوازن على شنو يرتكز ديجا باش نجمو نقولوا اللي فما اختلال في التوازن؟ صحيتك. هو باش نفهموا علاش الوزن داخله لازمنا نفهموا كيفاش احنا متوازنين. احنا تو اذا كان نقوم ونمشيو ونقفوا على ساق واحده وساعات نمشيو على 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 حبل هذيا يرجع الى وظيفه معقده موجوده فينا اللي هي التوازن. والوظيفه هذه تعتمد اساسا على ثلاثه اجهزه اللي هما الوزن الداخلية. الوزن الداخلية فيها جهاز التوازن، فيها الميزان نتاع الشخص، يعني نفسر للمريض نقول له ميزان، فيها جهاز السمع وجهاز التوازن لاصقين في بعضهم، سي لوغاي انترن الاذن الداخلية. ايضا يعتمد على العين، خاطر انت يلزمك تشوف باش تتوازن. اللي ما يشوفش عنده زادة خلل في التوازن. ويعتمد على الجهاز العصبي، الجهاز العصبي يمشي من احساسنا بالارض بالجرافيتي بسقينة اللي مستوية ولا معوجة والى ميلة الى المخيخ نتاعنا اللي فيه مركز التوازن. دونك اذا كان فما اختلال في الاذن الداخليه باش يكون فما دوخه، اذا كان فما اختلال في الجهاز العصبي وبالاساس المخيخ باش يكون فما دوخه، اذا كان فما اختلال في العين باش يكون فما دوخه. دونك اي عضو من الاعضاء هذوما يتمس يؤدي الى الاحساس بالدوخه. وتختلف الدوخه بالطبيعه على حسب الجهاز اللي تمس. هذاك علاش احنا اليوم مش نحكيو على دوخه الاذن الاذن الداخليه. جوست قبل ما نحكيو على المشاكل نتاع الاذن الداخليه، هيت نرتاحوا بلوز اوموا من الامراض اللي تنجم مربوطه بالجهازين الاثنين اللي نجموا زاد هما زاد يتسببوا في مشاكل في الدوخه، اللي هما العين والعصب. الجهاز العصبي. الو الجهاز العصبي قد ما باش نحكي لك انا لهنا، احنا هذيك لابيت نوار، يعني الانسان اللي عنده دوخه باش يمشي للطبيب الصف الاول، عاده ما يجيوش للطبيب الودنين خاطر الاغلبيه ما يعرفوش اللي هو تابع طبيب الودنين. دونك باش يمشيو سوا للي زورجونس خاطر الدوخه راهي عارض يفجع برشا. ومن الاعراض المصاحبه للقبيله للواحد هو الاحساس بالموت الوشيك، لا مور ايمينونت، معناها المريض يحس روحه يلفا موغيغ. دونك الفامي والعائله الكل باش يهزوه وباش يمشيو يجريو للطبيب الاستعجالي ولا للطبيب الصف الاول. دونك شنو الميساج باش نعديه؟ انه الطبيب الصف الاول الوظيفه نتاعو هو باش يفرز شنو الخطير اللي نجم يؤدي بحياه المريض واللي هو استعجالي ويلزم ناخذوه بسرعه، وشنو اللي ينجم يستنى، يعني لو سنترال اللي هو الجهاز العصبي اي لو بيريفيريك اللي هو الاذن الداخليه اساسا. السنترال هذايا هو اول من اول الاسباب هي الجلطه، جلطه المخيخ. جلطه المخيخ هذايا احيانا تكون فيها الا دوخه فقط، ما فما حتى شيء اخر، لا ساقو تتحرك ويده تتحرك واعي وكل، ولكن لا يتوازن ابدا. والحاجه الخاصه في الموضوع هذايا انه خلل توازن كبير برشا بدون علامات نتاع الاذن الداخليه اللي باش تشوفوهم بعد، اللي هو النيستاغموس كالحركه نتاع العين هذيك، ولا حتى كان فما نيستاغموس يكون من النوع العصبي. دونك الطبيب نتاع الصف الاول يلزم يتفطن لهذايا، يلزم يتفطن اذا كان فما اعراض عصبيه مصاحبه. حكينا على الجلطه الدماغيه، ولكن فما زاده لاسكليروز اون بلاك اللي هو التصلب اللوحوي. احيانا اول ظهور التصلب اللوحوي يكون بدوخه، ما فما حتى شيء اخر مازال خاطر المرض ما تطورش برشا. فما برشا زاده امراض كيما الاورام المخيخ، فما الاورام العصب الثامن اللي هو مازال يعطيو اعراض عصبيه، فما برشا اعراض عصبيه اللي هي تخوف الطبيب اولا، اللي هو يلزم يسرع ويعمل ايرام. دونك يتفطر لك الاعراض هذيك، هذه ماهيش دوخه وذن، لازم يعرف هذه مش دوخه وذن، دونك هذه دوخه اتانت سنترال. دونك نعمل فيسع فيسع، يا اما نحيل المريض للدكتور الاعصاب والا نعمل الايرام نتاعي باش نتفطر لك المرض هذاك وباش ناخذ الاجراءات اللازمه بصفه استعجاليه وننقذ حياه المريض هذاك. دونك هذوما الحاجه اللي لو ميساج الاولاني اللي هو يهم دكاتره الصف الاول. باش نكملوا نحكيوا معاك دكتور على الموضوع نتاعنا اليوم، نعاود نفكركم اللي موضوعنا هو الدوخه اللي مربوطه بمشاكل في الاذن، وحاضره بحضنا الدكتوره هند بن حسون قويدر، طبيبه مختصه في امراض وجراحه الانف والاذن والحنجره واضطرابات السمع واختلال التوازن. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف، ما تبعدوش بعيد، انا راجعين. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كشل الاربع نتاع العشيه، تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو الدوخه المربوطه بمشاكل في الاذن، وحاضره بحضنا الدكتوره هند بن حسون قبيدر، طبيبه مختصه في امراض وجراحه الانف والاذن والحنجره واضطرابات السمع واختلال التوازن. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. شويه اخر دكتوره تنحكيوا على طريقه التشخيص والعلاج، ما هي نكملوا مع الموضوع نتاعنا اليوم ونشوفوا توا بليز اوموا الامراض اللي تبدا مربوطه بالمشاكل اللي في الاذن اللي تنجم تعمل الدوخ. مي
دونك احصائيا واكثر مرض نتاع وذن شائع ويعمل الدوخه هو لو فيرتيج بوزيسيونيل بينا باروكسيستيك بوزيسيونيل بينا نسميه بالفرنسويه لو في بي 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 وبالعربيه الدوار الدهليزي الحميد. دونك حميد سافدير ماهوش مخطر ما يؤديش بحياه المريض. كيفاش يتمثل هذا؟ هذا المريض يجي يقول لك راني كي نقوم من الفرش الدنيا تتقلب بيا ثواني وبعد تركح. كي نرقد على جهه معينه مثلا نرقد على اليمين الدنيا تدور وبعد تركح، وكل ما نقوم من جنب هذاك وليت ما عادش نرقد عليه، نرقد على جنب الاخر ونطلع راسي. ساعات يقول لك زاده الدوخه هذه كيف نصلي، ما نجيبش نركع نضرب راسي في القاعه تلما الدنيا دارت بيا وما عادش نجم نقوم. يكون معاها احيانا غثيان وترجيع على خاطر احيانا يكون قوي قوي برشا الدوخه هذه، ولكن ما معاها حتى علامه تدل على انه الوذن الا الجهه اللي يرقد عليها، لكن ما فماش لا طنين لا ترش لا وذن توجع لا وذن حتى شيء. دونك هذوما السبب نتاعو هو سقوط حصوات اللي هي موجودة اسمهم ليزوتوكوني، موجودين فينا جهاز معبي بكل الحجرات الصغار كيما الرمل ميكروسكوبيك، خاطر جهاز التوازن نراه قد الطرف صغير. هذوما يتسيبوا من بلاصتهم، هما مفروض يبداو واحلين فيها، كيف يتسيبوا منها يهبطوا في القنوات الهلالية وأكثر واحد القناة السفلية لوكانال بوستيريور هذا يهبطوا فيه. دونك دوكو كل ما يحرك المريض راسه أكل الحصوات يهبطوا اللوطة يعملوا له دوخ، كيف يقوم يرجعوا لوين كانوا، دونك يعملوا دوخة في الاتجاه العكسي. هذه دوخة الحقيقة أكثر انتشار، هي رقم واحد في دوخة الوذن، يعني كي تاخذهم الكل مع بعضهم هذه أكثر واحدة، وتشخيصها يتم بصفة سهلة برشا في العيادة متاع الطبيب، الطبيب المختص في الأنف والأذن والحنجرة، اللي احنا نحطوا على عينين المريض كاميرا اسمها لو فيديو نيستاغموسكوب، نشوفوا بها حركة العين على خاطر وقت اللي احنا نرقدوا المريض ندوخوه قدامنا جهة الدوخة هذيك ونشوفوا في العين متاع المريض حاجة اسمها لو نيستاغموس كي تيبيك، اللي هو معناها يوضح بصفة 100% التشخيص. معناها المريض هذايا عنده دوخة، احنا دوب ما يجينا نحط بيان سور شكينا في التشخيص خاطر هو حكي لنا، دوب ما يحكيه لنا الحكاية هذه نبدأ شبه متأكدين اللي احنا باش نلقاو الدوار الدهليزي الحامي. وعلاش هذه مهم أن نشخصوها؟ على خاطر علاجها باش يتم في نفس الوقت، العلاج نتاعها هو علاج ميكانيكي. نعملوا حركة للمريض هذايا، نعملوا سكون ابيل اون مانوفر ليبيراتريس، بالحركة هذه كنخرجوا كل الحصوات هذوكم من القناة اللي هما مسببين فيها المشكلة، دونك ايميدياتمون يتوقف الدوخ. داكور، دونك سي ان تشخيص سهل جدا. علاجه سهل. وعلاجه سهل وفي نفس الحصة. دونك هذي علاش كيف يعرفوا المرضى اللي يعرف اللي هو كيحط راسه على جهة هذيك يدوخ، راهو 99% مشكلة دوار دهليزي حميد، وعلاجه سيكون بالحركات، بالعلاج نوع من العلاج الطبيعي، وهذا موجود برشا عند النساء، موجود برشا عند النساء اللي قست عليهم العادة الشهرية. وموجود برشا زيدة عند مثلا العباد اللي بعد ما صار لهم ضربه على الراس لي تروماتيزي مثلا يقع لي زاكسيدونتي، ولا حتى واحد يجيوني برشا النساء الكبار تزلق تطيح وبعد تقول لك عندي دوخه. دونك 90% هذيك الدوخه تاع دوار الدهليز الحميد، على خاطرك الشوك هذاك يقلعك الحصوات من مكانهم الطبيعي ويخليهم يمشيوا في القنوات. دونك هذه اول سبب نتاع دوخه وذن الدوار الدهليزي الحميد. داكور. ثاني سبب هو التهاب العصب الثام. التهاب العصب الثامن هذه دوخه باش تكون دوران شديد جدا جدا جدا، لكن ماهوش كيما الاخرى يدوم ثواني ثواني ولا، وماهوش مربوط بوضعيه الراس. المريض هذا كان لابس عليه عاده بعد ما خذاه بروده مثلا، استبرد مشى الحمام خرج، والا بعد ما تعرض للتيارات بارده ولا بعد حاجه فما ان كونتكست نتاع بروده. يقول لك راني الدنيا تدور بيا، هذا مريض يولي انديكابي ما عادش ينجم يقوم، الدنيا تدور ردين شادد الفرش يلزم يشدوه باش يقوم باش يمشي. والحاله هذه تدوم من 3 أيام الى اسبوع تقريبا، مش كيما الاخرى ثواني وتنقص. هذه حاله، وفي الحاله هذه ما فما حتى علامه تقول لك راهي الوذن،
حتى شيء، لا هو ما يسمعش، لا عنده زفيف، لا عنده حتى شيء. دايوغ في الحالة هذه يلزم التشخيص، يفرق ما بين جلطة المخيخ والدوخة هذه، هذه مهم جدا جدا. الحالة الالتهاب العصب الثامن تشبه ياسر لجلطة المخيخ، دونك يلزم الطبيب اللي يفحص يكون عنده الخبرة باش يفرقهم الزوز مع بعضهم. دونك الحالة هذه نعملوا لها تشخيصها بالكشوفات التكميلية اللي هما الفي ان جي والفي اتش تي والاوديومتري، وعلاجها يتم بالعلاج الدوائي اللي هما لي كورتيكويد وبالعلاج المضاد الفيروس والمتابعه. ولكن ايضا اهم شيء في الحاله هذه التهاب العصب الثامن، علاجها يتم بالعلاج الطبيعي للتوازن، وهذه حاجه العباد ما يعرفوهاش. حتى كي تقولوا باش تعمل لك علاج طبيعي يقول لك هاو بحذايا كيني كيني تو نمشي له، لا، فما كيني مختص في العلاج الطبيعي للتوازن اسمها لا ريدوكاسيون فيستيبولير، عندنا في تونس موجوده، اللي نبعثوا للمريض باش يعمل علاج طبيعي باش يصلح العصب اللي معاش يخدم، والعصب هذا صار فيه التهاب فيروسي وتوقف عن العمل. دونك الانسان فريمون يكون عنده حاله صعيبه من من دونك الحالتين هذوما ما فيهمش لا ترش لا وذن ما تسمعش. الحاله الثالثه اللي هي لا مالادي دي مانيير، مرض مانيير، هذا هو اللي معروف برشا علاش، خاطر وقع وصفه من 1880 تقريبا. معروفه المرض هذا، اكثر مرض معروف، مش اكثر انتشار ولكن اكثر واحد معروف. المرض هذا باش يكون فما دوخه دوران شديد، يدوم مش ثواني، باش يدوم من نص ساعه وانت طالع الى ساعه ساعه ونص، وبعد يتوقف، مسبوق بزفير وطنين في الاذن المريضه. دونك تتسكر الاذن وتولي تزف تزف تزف، وبعد تجي دوخه، الدنيا تدور 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 بوندون يا اما 20 مينوت ولا 1 اور ولا حاجه، وبعد يقفك الدوران ويرد بالطبيعه المريض ردين برشا، وبعد يقعد فاشل تاعب قديش. بعد مديده تعاود، معناتها تنجم تقعد مثلا 6 اشهر ما تجيش، وبعد تجي مره وتنجم تقعد 3، كل مريض كيفاش، تنجم تقعد معناها عام ما تجيش وبعد ترجع له، وتنجم كل جمعه يعمل كريس دو مالادي دي مانيا. السبب في هذايا هو زياده في السائل، فكل جهاز التوازن هذاك اللي هو نسميه احنا الدهليز لو لابيرانت، فيه بالاضافه لك الحصوات اللي قلنا يتيحوا، فيه سائل يخدم به. السائل هذايا وقت اللي يزيد على الحد نتاعو يؤدي الى لا كريز دو لا مالادي دو مانيير، اللي هو مرض مانيير هذايا، واللي هو يؤدي على طويل، كل ما تتعاود الكريس تنقص السمع شويه، كل ما تتعاود الكريس تنقص السمع شويه، وعلى طويلك الاذن هذيك باش يصير فيها طرش نسبي يوصل حتى ل 70% من فقدان السمع. المرض هذايا يصيب معناها بصفه اكثر النساء، وعنده علاقه شنو الاسباب. المرضى ديما يقول لك تقول له انت الدوخه هذه راه الحاجه الفلانيه، يقول لك مدام شنو السبب. السبب في المرض هذايا مش معروف برشا، ولكن مربوط ياسر بالعوامل النفسانيه، يعني ستريس والفاتيك بسيكولوجيك تلعب فيه دور مهم مهم جدا في المرض هذايا، مرض مانيا. وعلاجه يتم بعلاج دوائي بأخذك العام الجانب النفساني بعين الاعتبار، وأحيانا نلتجيو إلى إجراء ديزانجيكسيون ترانستيمبانيك في المرض هذا، نجمو نعملو حقا داخل الأذن باش نعالجو بها لا مالادي دو مانيير. ما زال فما أمراض برشا. ما زالوا برشا أمراض في الأذن اللي هما أورام العصب الثامن، لونورينوم دلاكوستيك، ساعة هذا زادة فيه طرش. دونك المريض يجي عنده ذن ما تسمعش، وعنده مش دوخه دوران، فاقد توازنه، هذا اللي حكينا عليه قبيله، ينجم يمشي ويتيح على جنب، يتيح على جنب الوذن المريضه هذيك، يبدا ديما يجبد للجهه هذيك. هو العصب الثامن شنو خدمته ديجا؟ العصب الثامن هو فيه زوز اجزاء، جزء للسمع وجزء للتوازن. هو العصب اللي يخرج من الاذن الداخليه يمشي الى الدماغ. فهمتك. هو يرفع زوز معلومات، السمع والتوازن. وفي المرض هذايا بما انه هو سمع وتوازن، وقت اللي يجي ورم على العصب هذايا باش يتمس السمع ويتمس التوازن. دونك هذاك علاش عندنا علامات، احنا وقت اللي يبدا عندنا سمع وتوازن يلزمنا نعملوا صوره رنين مغناطيسي باش نشوفوا اللي هذايا راهو ماهوش ورم على العصب الثامن، خاطر تعرف الورم على العصب الثامن، العصب الثامن في الدماغ راهو الداخل. دونك وقت اللي يكبر باش يعطينا زاده اعراض عصبيه، وهذايا علاجه باش يكون يا اما جراحي. والجراح باش يكون جراح المخ والاعصاب اللي هو نيوروشيروجيان، عمليه جراحيه معناها دقيقه. والا في الحالات الصغيره اللي اقل من 2 سنتيمتر باش يكون عبر الاشعه المركزه، نجم نقتلوه بالك الورم بالاشعه المركزه. باهي.
مازالوا التهابات الاذن مثلا، وقت الاذن تبدا مقيحه وفيها سوسه ولا حاجه، ينجمك الالتهاب هذاك يتسرب الى الاذن الداخليه ويعطينا سكون ابيل اون لابيرانتيت. دونك هذه باش يكون بالاضافه للنقص السمع وخلل التوازن، باش يكون عندنا زاده ماده خارجه من الاذن، وعندنا الفحص باش يوري انه الطبله ماهيش طبيعيه، يا اما فيها ثقب والا فيها تسوس الاذن، اللي تشخيصه يكون سهل بالفحص وتشخيصه بصوره السكانير الكمبيوتر. فما حاجه اخرى الحقيقه اللي هي بنحب نحكي عليها على خاطر موجوده، هي التوكسيسيتي فيستيبولير. فما بعض الادويه اللي متداوله جدا واللي فيها توكسيسيتي للاذن، يعني هي سامه للاذن وبالاخص لجهاز التوازن. هذوما دي زانتيبيوتيك من عائله ليزامين نوزيد، مانيش باش نسميهم ما نسميهمش ولكن اما يداويو بهم شنو ياسر؟ يداويو بهم هما مجعولين للامراض انفكسيوز التعفنات الخطيره كيما تعفنات المسالك البوليه مثلا. ساعات الجرثومه هذيك ما تحس كانك الانتيبيوتيك هذاك، دونك نورمالمون يلزمهم ما يتعطاو الا للحالات اللي احنا تاكدنا بفحص مع الجرثومي انه يلزمني نعطيها كل الامينوزيد هذاك. ولكن مع الاسف قاعدين يتعطاو حتى في طرف غريب. المريض يمشي جينيراليست عنده غريب يزرق له كل لي زانتيبيوتيك هذوكم، ونشوفوا احنا في جيونا المرضى ما عادش نجم يمشي جمله. علاش؟ على خاطر فقد وظيفه التوازن نتاعو في الزوز وذنين، وهذه حاله ماساويه الحقيقه. علاش يجيك ريت المريض اللي قلت لك انا يجبد من جهه الاذن المريضه، هذا ما عادش عنده ركيزه، الاذن المريضه يتلاوح يشد في الحيوط باش يمشي. والمشكله انه ماهوش ريكوبيرابل، معناها ما عندناش حل علاجي ما عدا العلاج الطبيعي اللي باش يعطينا في الحاله هذه نتيجه نسبيه، ماهيش نتيجه خارقه للعاده كيما كي تبدا عندي اذن سليمه. دونك هذايا علاش المضادات الحيويه هذه ماذا بينا ما يتعطاو كانش فريمون سور انتيبيوغرام. وهما كان قبل فما ستريبتوميسين هذه سميتها، اما هي ما عادش موجوده سامحني. تنحات. وعلاش تنحات؟ هي كانت تتعطى للتوبركلوز، وقت اللي كانت التوبركلوز السل مرض السل كان منتشر على الاخر، كانوا يعطيوها بصفه اوتوماتيكيه ولاحظوا اللي مرض التوبركلوز يبرى التوبركلوز اللي ما عادش ينجم يمشي. دونك حاله معناها ماذا بينا نتلافاوها على الاخر. لي تروماتيزم كيفاش نسميهم؟ الحوادث الاضرار التي تنجر عن الحوادث، سواء حوادث الطرقات والا حتى حادث منزلي راهو ينجم يصير سكون ابيلا فراكتور، كسور عظمة الأذن. هذوما زادة من الأسباب التي تؤدي بوظيفة التوازن جزئيا أو كليا أحيانا. فالعلاج باش يكون عن طريق العلاج الطبيعي للتوازن بالإضافة للأدوية. جلوبالمون هذوما هما أهم الأسباب اللي تجي من الاذن وتعطي دوخه. هو براتيكمون انت حكيت شويه على الاسباب وعلى العلاجات وعلى العلاجات، دونك كملناهم نورمالمون هكا. يعطيك الصحه دكتوره، الله يخليك على التوضيحات هذه الكل. عاود افكركم اللي موضوعنا اليوم هو الدوخه المربوطه بمشاكل في الاذن. اذا كان عندكم اسئله في الموضوع هذا مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. حاضره بحضرنا الدكتوره هنده بن حسون نقويدر، طبيبه مختصه في امراض وجراحه الانف والاذن والحنجره واضطرابات السمع واختلال التوازن. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. هجر الحنيشي تستنى في مكالماتكم. 31 380 ألف. IFM أحلى راديو. نبدأ مع أول تليفون من المروج، معنا دليلة. مرحبا بك دليلة. بيك عايشك يا مدام، إن شاء الله عامكم مبروك. مرحبا للا. كل عام حيب. عايشك للا مدام. أنا عندي زفيف في ودني، عمل فيها في النهار مانيش متقلقة ياسر، سيرتو في الليل نجي نرقد بشكل غريب مش ويقوي لي قديم ياسر هو. ساعات تو وليت التلفزه محلوله هو يفوت حس التلفزه وياسر. وتو عندي ايامات كان نبدا نقري في الكوجينه ندور نتلفت هكا، ولكن نترى واش كاين باش نتيح، كاين عم باش يدهني كاين باش نتيح. كنت قبل تجيني شوي شوي، تو بديت برسك الجمعه هذه برسك كلها كل يوم لابد فما تراويشين ثلاثه لابد دوم من دور هكا يقول لك تجي نطبط باش نتكبع على وجهي. تفعليك. وخاصة الزفيف اللي قلقني، وعندي وذنية كيف نتكلم فيها بالسياسة، نسمع الصوت وما نخلصش شنو اللي يقول لي. ديما نحكي ساعات.
فهمتك. منيك شنو؟ ندفع لك هاي بحذية الدكتورة تتفسر. الزفيف في الوذن هو علامة من علامات نقص السمع. يعني المريض اللي عنده زفيف بتبيعه في النهار ما تحسش بيه على خاطر فما أصوات خارجية تبدأ فما موجودة نحسوا بيه عادة وقت اللي نطفيه كل شيء التلفزة والدنيا تبدأ رايضة وقتها يبرز يولي واضح جدا. واللي عنده زفيف يلزم يعمل قياس للسمع. احنا ما حكيناش على طرق التشخيص ولكن زفيف فما أسباب أخرى بخلاف الوذن، ولكن في الوذن أهم سبب هو بداية نقصان السمع. وكي تولي فما دوخة ما عنديش معناتها، معناتها بالإضافة للنقصان السمع عندك زادة ضرر وخلل في التوازن متاعك. وهذايا يتقاس، عندنا قياسات نعملوهم للسمع وقياسات للتوازن باش نجمو نعملو التشخيص. توا كي قلت لي نطب صندوخ حكينا عليها احنا الدوخة اللي هو الدوار دهليزي الحميد واللي موجود برشا عند المرأة في سن معينة، ينجم يكون هذايا دوار دهليزي حميد حكينا عليها قبيلة، قلنا نجم نعالجوه إذا كان شخصناه في العيادة وكيف نرقدوه كنشوفه كالعلامات الكاركتيريستيك الخاصة نجم نعملوا حركات نعالجولك بها هالدوخة هذية. ولكن قبل كل شيء يلزمك تشخيص، فما تشخيصات للتوازن وللسمع واللي تصير عند دكتور الأنف والأذن والحنجرة. يعطيك صحة دكتورة، إن شاء الله بلطف عليك دليلا. نشوف البنزرة معنا منير، مرحبا بك منير. منيرة مرحبا منيرة سامحني. عسلامة. تفضل اللي نسمع فيك. أنا كنا نبدأ نقلي تصير لي الدوخة هذية وقلبي يبدأ يضرب بالقوي ولي ماذا بيا نقعد، يعني وقت تصير لي الدوخة يظني نقعد معك نعمل أي حركة. عندي وجع في ودني اليمين، أما أنا عندي مشكلة أخرى لي عندي الكحلي في عيناي يعني وفت البصر. أنا عرفت أنا لا الكحلي ما عندوش حتى علاقة بالدوخة اللي تحكي عليها هذه، هذه دوخة أذن داخلية اللي يجي مع الحركة عادة تهم الأذن الداخلية. فإذا كانك إذا كانها بتبيع الدوخة متاع الأذن الداخلية زيادة معها تسارع في دقة القلب انت كيكاردي نجم تكون معها عرق، ينجم يكون معها وجيعة ولا زفيف في الوذنين. دونك دكتورة ما ساعات عندي زفيف أنا في وذني اليمين. اي وانت توضح لهنا اللي هي جاية من وذنك اليمين، هذه معناها 90% جاية من وذنك. دونك يلزمك قياسات للسمع وقياس للتوازن. يلزمها هذه اختبارات على وظيفة الأذن الداخلية متاعك. لكن فما حظوظ كبيرة ياسر باش تكون دوختك هذه جاية من الأذن وفي وضعيتك انت بالذات الخاصة، خاطر انت حسب ما فهمت فقدت البصر من جهتين ولا من جهة واحدة؟ من جهتين انا فقدت البصر وطبعا نعمل عندي دياية يعني نتعامل فيه. لكن انت معاملة انسان فقد البصر باش يكون معامل برشا 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 على السمع متاعه، فضروري انك تاخذ معناها الاجراءات تكون سريعة، تمشي تعمل اختبارات للسمع متاعك باش لا يقدر يا ربي ما يتعكر لك شيء وتحافظ عليه ويقع تشخيص واضح للوظيفة السمع والتوازن عندك. سي تري تري امبورطون بالنسبه ليك انت بالذات. يعطيك الصحه دكتوره، ان شاء الله بلطف عليك منيره. ما به عندنا تليفون واحد اخر سينون دكتوره، فما شكون يسال فينا اسكو من الاعراض المصاحبه للمشكله نتاع الدوخه هذيا ينجمش، قلت انت بك نجم يخرج قيح من الاذن، يقول لك فماش نجمش يخرج دم من الاذن مش قيح من الاذن. خروج الدم من الاذن بطبيعه اذا كان هالاذن مريضه من اصلها عندها اوتيت كرونيك، اذا كان فما اوتيت كرونيك ينجم يخرج قيح مخلط بالدم. هذه علامه من علامات الجرافيتي اللي ينجم يكون فما تسوس خاطر الالتهاب المزمن بعد مده ينجم يكون تسوس. دونك هذا الفحص هو اللي يوري فما ساعات حاجه نسميوها دي بوليب دوب ما تتمس تولي تصايب في الدم في الوذن. وفما بعض الحاجات الاخرين يصايبوا الدم ولكن هذا ما نجمش انا نقوله ولا نخوفه ولا حتى شيء. دونك يلزموا فحص للاذن علاش تصايب في الدم. بطبيعة الاذن يتصايب الدم من غير ما مسيناها، خاطر النجم انا مثلا ندخل كوتونتيج وننزل عليه شويه نجرح روحي يخرج دم، هذيك واضح السبب. لكن الاذن اللي تصايب سبونتانيمون وحدها هكاك حتى شيء صايبه الدم يلزمها فحص على خاطر تنجم تكون فما مشكله التهاب مزمن او مشكله تسوس. دونك هذايا دكتور الانف والحنجره والفحص هو اللي الوحيد اللي نجم يوضح. جوست انت دكتوره تو جبت على لوتيت ونعرفوا صغار تنجم تجيهم لوتيت، اسكو المرض هذا ينجم يجي عند صغار اللي يجيهم اوتيت ولا الدوخه؟ سي تري تري رار، حاجه نادره جدا.
لو تيت عند صغار نادر باش تعطيك دوخه، والصغير ما يعرفش يقول عندي دوخه اون فيت. واسباب الدوخه عند الصغار، الدوخه موجوده عند الصغار اقل برشا من عند الكبار، لكن اول سبب في الدوخه عند الصغار هي الشقيقه لا ميغرين، مش ليزوتيت. ليزوتيت يجيونا ونشوفوهم ما يشكيوش من دوخه. وقتاش تجيهم الصغار شقيقه دكتوره، نفيقوا بهم اللي عندهم شقيقه؟ الو يجيو يشكيو من وجع راس، ويجيو يشكيو من دوخه. الصغار يجيو ساعات يترهوج شويه قدامو يقولوا ماما الدنيا تدور بيا، ويجي اللي عنده نقصان سمع لا عنده حتى شيء، لكن انت كي تسال تقول لك راهو يشكي من وجع راسه. وثانيا تلقى لي بارون فما وراثه كبيره في الموضوع هذا. لي بارون تلقاهم ميغرينو، تلقى مثلا الام الخاله العمه عندهم شقيقه. دونك احنا اول سبب عند الصغار هو سي لا ميغرين، ولكن عند الصغار تو شفت احنا عند الكبار ساعات نعملوا اي غام ولا سكانير. مش من الاول، اذا كان فما اعراض قلنا يلزمنا نعملوا، لكن عند الصغار سيستيماتيكمون على خاطر الدوخه ماهيش مرض كثير الوجود عند الصغار. دونك اي كوم شي لي انفون يا بوكو دو بوسيبيليتي لي قادر دافوار دي تومور سيريبرال. دونك من بين معناها من الاول بالكل نعملوا سكانير ولي غام قبل حتى الكشوفات التكميليه الاخرى، ولكن السبب الرئيسي عند الاطفال هو الشقيقه لا ميغرين. باهي يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو لصفاقس، معنا محمد. مرحبا بك محمد. مرحبا بك ومرحبا بالدكتوره اختي. عايشك سيدي بارك الله فيك، تفضل. والله عندي حتى بدل شكل مراوج هكا، مراوج تحس روحي مراوج. وعندي شوية نحس شوية وجيعة في ودني دقات. اي من وقتاش عندك الوجيعة هذه سي محمد؟ الوجيعة هذه عندي حدايا حكاية جمعتين. باهي وجيعة جدية. والترهويجة من وقتاش؟ الترهويجة عندها برشا. تجي وتمشي ولا مستمرة؟ تجي وتمشي. ثم مرة حكيت عامين حكيت ثواني هكا معناها نحس الدنيا دارت وتعدت. اي وفي نفس معناها هذيك ما قعدتش هكا الدوخه الكبيره هذيك مربوطه في الفرش كي تتقلب في الفرش ولا وانت تمشي؟ انا متاكد اللي دارت بيا. اي هذيك دوار دهليزي حميد هذيك. اما ما عاودتلكش؟ ما عاودتش هذيك. اي اما تو كي نمشي نحس روحي هكا واحد مش عليه سكران هكا مراوج. مترهوج هذيك الوغ حكينا قبيله على الدوار الدهليزي الحميد، في اغلب الحالات يكون الوظيفه الاساسيه نتاع الوزن لابس عليها. اون فوا مشاوك الحصوات على رواحهم ترجع التوازن يرجع طبيعي، ولكن في بعض الحالات وهذا يبينه لنا الكشوفات الوظيفه ايضا مختله. تلقاه عنده ديفيسيت احنا نسميه ديفيسيت فيستيبولير. دونك هذوما حتى كي يتنحك الحصوات ويتنحى الدوار الدهليزي الحميد يقعدوا مراهوجين. وهذوما يحتاجوا الى علاج طبيعي. هذوما معناها انا بعد ما نعمل الحركات المرضى نتاع الدوار الدهليزي الحميد نرجعهم بتبيعه مراجعه تقريبا بعد جمعه باش نشوف اذا كان المشكله تنحات كومبليتمون والمريض رجع يتوازن 100% والا مازال مختل. بعض المرضى اللي مازالوا مختلين هذوك بنكمل لهم الكشوفات التكميليه باش نقيس التوازن نتاعي، واذا كان لقيت التوازن ماهوش مضبوط كيما الكرهبره وباراليليزم نتاعها مش مريقل وقتها يلزمني الريقل لها الباراليليزم نتاعها، نبعثوا للكيني فيستيبولير وعاده يتريقل ويرجع لبس عليه. يعطيك الصحه دكتوره. نمشوا للقصرين، معنا امال. مرحبا بك امال. يعيشك مدام. بالله عندي عجبني البرنامج يعطيكم الصحة. مرحبا. عندي ولدي عمره 14 سنة كان ناقص نظر ما يخرجش معناها بالكدا، عديت عليه عطوه لينات استعمل في لينات باش يصلح له النظر نتاعو. قصت على اللينات كسرت ليه ما عملتلوش لينات، خليت له كيكه قال لي ماما نحب نرتاح. عنده بريسك عامين، هو يترينا عنده بريسك عامين ولا عنده زفيف في وذني وجهة راس. ما نعيش ايش كلمه اللي كمان وزنيه من قلقت وهزيت حتى انا قرينا هزيت للطبيب قال لي لا لازم تهز القسم اللوريل. وعطاني ليه قطره ما الزريف هذا يقلقني ولا اصبن فيه معناها ولا يحس في راسه متشنج ولا يحس في راسه معناها ديما معناها يمضغ في فمه وهكا فهمتي من الوجيعه نتاع الزريف هذاك. احنا تو ايش قلنا الصغار في العمر اول سبب عندهم للدوخه هو الدوخه ولامراض الاذن الداخليه بصفه عامه هي شقيقه. لا ميغرين عند الصغار ياسر تاثر على جهاز التوازن وعلى جهاز السمع. ولكن هي قالت لبس مريات ونحاهم، دونك كيف نحاهم باش يولي راسه يوجع فيه. بون ما يفسرش الزفيف يلزم قياس السمع، فماش واحد عندي يشكي من زفيف ما يعملش قياس للسمع، ضروري فحص الاذن
وقيس السمع ونفيقوا برشا حالات اللي هما ناقصين للسمع مش فايقين الا عنده كنك زفيف ما عنده حتى شيء اخر. دونك مبدئيا نعملوا اكزامان معناها اوبليجي نعملوا اكزامان يلزمك تعملوا اكزامان او ار ال ويلزمك تعملوا اوديوغرام وامبيدانس ميتري عندكم في القاسرين الطبية مختصين في الأذن والحنجرة تمشي يعملوا فحص للطبلة متاعه ويعملوا وتلبسوا مرياته الساعة على وجعة الرأس بيانسور كي ما يلبسش مرياته بشوي اللي رأسه يوجع ولكن ما يفسرش زفيف. الزفيف يلزمك تشوف طبيب الأذن ويلزم تعمل أوديومتري أوديوغرام هذا أضعف الإيمان مدام. باه يعطيك الصحة دكتورة إن شاء الله بلطف عليه مدام أمال. نمشي للمرسى معنا منيرة. مرحبا بك منيرة. عسلامة أهلا بكم. مرحبا يعطيكم الصحة يعيشك يعطيكم الصحة على البرنامج. عايشك بارك الله فيك. يعيشك بربي. حبيت نسأل الدكتورة أنا بلي أنا صغيرة وبنتي ديما توجع وديما تخرج في المادة وفهمت سيرتو كي نمشي للبحر فهمت كي مشيت للتفيت قال لي قبل منقوبة فهمت قعدت خايفة أنا ملينا صغيرة يقولوا لي على العملية ما نحبش نعملها سيرتو في الصيف ديما نتقلق ديما ودني توجع وبالمادة والدم فهمت أكاهو حبيت نسأل معناتها الدكتورة قديش عمرك يا مدام؟ طبعا عمري 41 سنه. وايش تستنى باش تعملي العمليه؟ شو الطبله كل واحد علاش خايفه ما فيها ما خد شيء عمليه اذا كانها نقبه وبرا يقولوا لي برشا راهو عملناها وما عادش نسمعوا راهو هكا وانا على فكره ما نسمعش فيها بالكدا وهي هذه بتبيع على خاطرها منقوبه وخاطر خليتها فتره طويله منقوبه. اه اه لا مش صحيح اني مش شوف احنا عمليه الطبله نعملوه من رقعوا الطبله هذه اولا ساعة فما زوز انواع نتاع ثقوب فما الثقب البسيط معناها جوست طبلة منقوبة وفما السوسة دونك السوسة سي العملية مش اوبليغاتوار اكثر الغادي من اوبليغاتوار خاطر السوسة تمشي وتقدم لا يقدر فيغ لاباس دو كران اللي هو قاعدة الدماغ اللي هي مش بعيدة على الاذن ولكن النقبة سامبل في الطبلة معناها عملية بسيطة ما فيها حتى شيء وما تضرش بالسمع انا واللي يضر السمع هما كلي عندهم تسوس ما تخلطش انت تو عندك نقبة اون بيرفوراسيون سامبل وهما يحكيو لك على حاجة أخرى اللي هي السوسة هذاك موضوع آخر. أما إذا كان عندك ثقب تنشيحوها بالدويات وتترقع الطبلة نتاعك على خاطر راهو كل ما انت تمشي تعوم بأذنك منقوبة باش تعمل أوتيت ممنوع عليك البحر والعومان وان بلوس كي تكبر تو انت عمرك 40 مازلت تعتبر صغيره اما نهار اخر تكبر وكلنا باش نكبر وكلنا باش نقصوا في السمع وباش نحتاجوا سماعات وقاعدين يجيوني تو تلقاها مراه عزوزه مسكينه والاذن منقوبه وتجري بالماده حتى سماعه تنجمش تحطها دونك ماذا بيك تعمل عمليتك وانت صغيره تو اوكي هذه نصيحتي ليك والعمليه مضمونه ما فيها حتى مشكله وما تاخذش كلام اللي هاو قالوا لي هذيك اكثر كارثه قالوا لي وما هوش طبه قالوا لي بجارتها وبنت عمتها وسمعت من درا عند درشكو فهمت وبس كل واحد بالحاله نتاعو معناها ليه اون بليس يخلطوا هذيا مسوسه والاخرى بيرفوراسيون يخلطوهم في بعضهم وهي تبدا خايفه على حاجه مش موجوده عندها وتخلي روحها نهار اخر تبدا مراه كبيره حاجتها باش تعمل اي حاجه حتى على الحمام ولا الدوش يولي ان هانديكاب يدخل لها الماء في الاذن يدخل طول الاذن اللغوي موين دونك يعمل اون انفيكسيون وترسي لها في مشاكل اخرى. يعطيك الصحه دكتوره الله يخليك. دونك نعاود نفكركم اللي الموضوع نتاعنا اليوم هو الدوخه المربوطه بمشاكل في الأذن وحضرة بحضينا الدكتورة هند بن حسونة قويدر طبيبة مختصة في أمراض وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وثيرة بيت السمع واختلال التوازن. مرحبا بتليفوناتكم على 31 380 ألف. ألو إيفام سبيسيال سنتي مع هجر الحناشي. رجعنا لكم من جديد مكملين مع بعضنا من توا حتى كشل الاربعه نتاع العشيه. تنجموا تكلمونا على 31 380 ألف. موضوعنا اليوم هو الدوخه المربوطه بمشاكل في الاذن وحاضره بحضين الدكتوره هند بن حسونة قبيدر طبيبه مختصه في امراض وجراحه الانف والاذن والحنجره واضطرابات السمع واختلال التوازن. نمشيو للقلعه الصغرى معنا سعاد. مرحبا بك سعاد. الو عسلامه. مرحبا سعاد. نسمع اي نسمع فيك تفضل. يعني امي راس بينا عندها سعاد ما تسمعنيش من الراديو اسمعني كلمه التليفون وسكر الراديو اللي بحذاك باش نسمعوك بالكدي سينو انت ما تشوف تسمع تفضل. اي تفضل. اي يعني امي ديما ودناها توجع فيها ديما راسها عندها سفيف ديما تحس بالسفيف عندها سفيف اي عندها تخسيس قال معروف جواد من الراس. اي شنو نجم معناتها توا نعملها؟ ما عرفنا باه ودناها جنبها كل ما بعد فداه. اي لازمها تركب سماعه يا مدام هذي.
ذي الموضوع اللي كنا نحكيه فيه، الناس الكبار كي يكبروا ينقص السمع متاحهم ويولي الوذن تزف، الزفيف هذيك هو مصاحب لنقص السمع. وكما كنت نقول للي قبلك توا، رانا الكلنا كي باش نكبروا باش نقصوا في السمع، هذيك حاجة تابعة الكبر. وكيف ما تركبش سماعة شنو يصير؟ يصير أنه سمع عمال يزيد وينقص، عمال ينقص السمع عمال يزيد الزفيف. دونك الزفيف عنده دويات نعطيهم باش ينقص، ما يتنحاش كومبليتمون راهو ينقص، ولكن ينقص ينقص معناها يلزمها ترقد مليح، نعطيوها دواء باش ترقد، ويلزمها تاخذ دواء للعروق باش الدم يتعدى مليح في الاذن الداخليه، ولكن زاده يلزمها تركب سماعه. هذا باش يوقف نقص السمع وينقص في الزفيف. باهي. خاطر ديما 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 تقول احنا في بالنا من راسها من اللون، شو قال راي ليه من وزنك العروق تولي يعني. قداش عمرها؟ من عام 62 عمرها 62. ايه هكي. ايه مازلت صغيره معناها، يلزمها تركب سماعتها. لا مازالت ما شاء الله تنجم تعيش 90 سنه، دونك تحافظ على السمع نتاعها. كانت تبيب قالها سماعه وكان ناقصه يلزمها تركب سماعه. باهي. نزل طبيب الاذن والحنجره بالطبيعه مال باش يركب لها سماعه باش يقيس لها السمع اولا، وبعد يعطي لها الدويات ويتبع لها الحاله نتاعها، وكانت تطلب سماعه يركب لها سماعه. باهي ان شاء الله باللطف عليها. عايشك عايشك يعطيك الصحه سعاد. دكتوره من بكري انت جبدنا مرتين على حاجه اسمها سوسه في الاذن، فما شكون يسالوا فينا في التليفون معناها السوسه شنو هي السوسه هذه في الاذن؟ السوسه هي راهي كلمه معناها مبسطة للعموم الشعب، هي بالفرنسوية اسمها كوليستياتوم. والكوليستياتوم هذية هي طبلة الأذن كيف تتجبد الداخل، على خطر ما فهمش تهوي أجاية من الأنف عند الصغيرات، تعرف الصغيرات عندهم لحمات في خشمهم، وساعاتك الطبلة ما فهمش هوية يدخل من الخشم، دونك الطبلة تبدأ توخر 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 لين تلتصق بعظيمة السمع، والطبلة كي تلتصق بعظيمة السمع تاكلهم. هذيك علاش اسمها سوسه. تاكل، تبدا تاكل، تاكل العظمه الاولى، تعدى العظمه اللي بعدها بشويه بشويه، حتى لين يتاكل عظيمه السمع يولي ما عادش يسمع. فهمت؟ وكي تفوت عظيمه السمع تتعدى الله يقدر قاعده الدماغ. بون الحقيقه احنا تو ما عادش عندنا برشا سوسه، على خاطر العباد ولاو لاهين بصغارهم. كانت موجوده قبل برشا برشا برشا، تو الصغير ما عادش يخليوه يوصل للتسوس. دونك هذه حاله التسوس، والتشخيص نتاعها يتم بالفحص نتاع طبيب الانف والحنجره والسكانير. كي نعملوهم وقتها نعرفوا هذه سوسه ولا مش سوسه. يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو لتونس معنا سلوى. مرحبا بك سلوى. الو عسلامه. مرحبا للا تفضل. يعيشك. سامحني بربي، عندي وجيعه كبيره برشا في راسي، مره تشدني على اليمين ومره تشدني على اليسار، وساعات عينيا نحسها الوجيعه من وراء عينيا اصلا وقت اللي يشدني الكريس، عيني نحسها اصلا حاشك مش تخرج، وساعات تجيني بالدوخه، الدوخه مش ديما تجيني الحق نتاع ربي، وعندي ردين وتيلمو يشدني الكريز، ما عادش نجم لا نكلها بنتي لا نعمل حتى شيء في الدار، نبدا من لوحه اختك يعني هكيكا. مش فاهمه روحي اصلا شنو نعمل بالضبط. هذه مدام اسمها لا ميغرين فيستيبولير، اللي هي شقيقه الاذن. معناها اصل المرض نتاعك هو الشقيقه، يعني توجع مره على اليمين مره على اليسار، ومعها ردين ومعها واحد سيد لا ميغرين هذيك الشقيقه، وتلقاك راك في عائلتك برشا ناس عندهم الشقيقه هذه. بابا قبل لك صحيت، ومعها الدوخ، الدوخه وقت اللي تبدا مع الوجع الراس هذه نسميوها لا ميغرين فيستيبولير بالفرنساوي، هي نوع من الدوخه اللي سببها ماهوش الاذن في حد ذاتها، سببها الشقيقه نتاع المخ، والشقيقه تتبع طبيب الاعصاب، يلزمك تتجه لطبيب اعصاب باش يعطيك دواء ان تريتمون دو فون، دواء قاعدي للشقيقه، ويرتاح لك بالطبيعه في نفس الوقت الدوخه اذا كان فما دوخه، اما هذه سيت اون ميغرين. حتى الدواء اصلا كالمو ما يمشي معايا، حتى ناخذ كيم باراسيتامون ان جرام. لا يلزمك ان تريتمون دو فون، يلزمك ان تريتمون دو فون، موجودين ادويه الشقيقه اللي يعطيهم دكاتره الاعصاب، هو حتى احنا نعطيهم حكم انه نتعرضوا ياسر للمرض هذايا، ولكن حتى جينيراليسي نجم يعطيهولك راهو، يلزمك هكا احفظها ان تريتمون دو فون دو ميغرين يتسمى. ما خاطر هما ساعات جينيرالمون بحكم ديجا ليميسيون، حتى كي نعملوا ايميسيون على الشقيقه اول حاجه الشقيقه ما تداويش وما فيهاش دواء، ودونك يمشيوا ياخذوا الادويه هذوما اللي ها واش معناها ما تداويش فيهاش دواء؟ ما عندكش دواء كي تاخذه تولي حياه عمرك ما عادش تجيك الشقيقه، سا سي فغي، اما الهدف نتاع الدواء هو انه تولي تجيك مثلا مره بعد عامين. باهي
ربحنا حاجه هكاك كي تجيك مره بعد عامين ما يسالش. دونك كي تاخذ مثلا انت دواء مده 6 اشهر باش تاخذ مثلا نص حربوشه في الليل ولا حربوشه في الليل وتولي ما عادش تجيك الوجيعه، حياتك تتبدل وتولي تنجم تقضي وتخدم وتسوق وكل شيء. دونك هذه هذا في الربح. فهمت؟ يعطيك الصحه دكتوره. نمشيو لتونس معنا ناديه. مرحبا بك ناديه. الو عسلامه مدام. عسلامه دكتوره. عسلامه. مرحبا لالا تفضل. بالله دكتوره الله يبارك لك، انا 2003 نفس الحكايه اللي تحكي فيها تجيني على النوم، جاتني على النوم الحكايه. بس دوران بصفه غريبه. اي. ما فهمتهاش شنو، مشات على روحها بقيت مطيشه جمعه كامله، عاودت رجعت لي 2015 ارجونس وكل شيء وحشاك والطاقية وصار فيا ما صار، ماشي في بالي ارتجاج في مخي ولا درت شنو. صحيح. مش فهمتها شنو. باهي بعثوني لحبيب ثامر بالوقت في الليل كل شيء قالوا لي من وزن. اي. قعدت نبقى زاد هكاك بالجمعه ولكن بقات حاجه عاودت رجعت لي في السماء في اوت. اي. هذيك الدوار دهليزي الحميد فيرتيج بوزيسيونيل بينا تاع الوذن هذيك. يا دكتوره نتاع موت تاع انسان يقول اي اي ماني قلت لها توا يحس روحه باش يموت العبد. صحيح. لا هكا هو صدقني نبكي ونوصي في الاولاد ونشاهد وقت اي 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 هذيك الحجرات نتاع التوازن طاحوا لك في وذن. انا عندي منها فوبيا انها ترجع لي ما قلتليش حل، خايفه منها على الاخر، تخوف على الاخر حاجه. باهي شو مدام باش تجاوبك الدكتوره كيف ترجع لك هذيك، هي ترجع راهو الفيرتيج بوزيسيونيل بينها هكا يغيب عامين ثلاثه اربعه ويرجع. كيف ترجع لازم تمشي للطبيب انف وحنجره يعمل لك الحركات اللي قلت لك عليهم باش يوقفها لك ايميدياتمون، يوقفها لك في وقتها معناتها بالحركه هذيك يرجع لك الحجرات لبلاصتهم وتتنحى هكا الدوخه هذيك تقف. ويلزمك تتفقد الفيتامين دي نتاعك خاطر الدوخه هذه عندها علاقه بالفيتامين دي، اذا كانك ناقصه يلزمك تاخذ فيتامين دي، ويلزم تبعد على الحركات السريعه وتقوم من فرشك بشويه بشويه، لكن القفزه من الفرش تمشي تجري للتواليت هذيك لا، خاطر برشا مرضى يطيحوا، فك القومه هذيك يبدا ماشي اون جينيرال ماشي في الليل يجري للتواليت طف يطيح على اللافابو ولا يطيح لا قدر على حاجه، دونك تتعلم تقوم بشويه بشويه، تسيس روحك في الحركات، تحركش راسك بسرعه، وكان رجعت لك يلزمك الطبيب باش يعمل لك لي موفمون. باهي يعطيك الصحه ان شاء الله بلطف عليك مدام نادية. احنا بخاطرك وصلنا لاخر ليميسيون تاعنا، جوست باش نعطيهم شويه كالعاده في اخر الحصه شويه نصائح بلوز اون موان فيما يخص الموضوع نتاعنا. كونسي دو جور. تفضل دكتوره. دونك لي دو ميساج هما هكا تري رابيدمون، سي كو اذا كان هادو خدوره وتدوم شويه وتتعاود وتغيب مثلا بعض الوقت وترجع 99% هذيك الاذن والمريض ينجم يتجاهل طبيب الانف والاذن والحنجره مباشره. اذا كان دوخه قويه وفقد توازن شديد جدا ما ينجمش يتحرك، واذا كان ما معهاش اعراض تجلب الانتباه للاذن يلزمنا نخافوا من جلطه المخايخ ومن المشاكل العصبيه اللي تنجم تؤدي بحياه الانسان، وهذوما اعلام حمراء يعرفوهم الاطباء اللي تخلينا نطلبوا الرنين المغناطيسي وفحص عند دكتور الاعصاب باش لا يقدر المريض ما تصيرلوش حاجه خطيره. اوكي. أي؟ ثم اكهو اللي عندهم الدوار الدهليزي الحميد اللي هما نسبه كبيره ياسر من مرضى الاذن يسيسوا رواحهم كما كنت نقول للمريضه الاخرانيه في القومين من الفرش على خاطر يجوني برشا ناس طايحين، هو اسمه دوار دهليزي حميد، ولكن وقت اللي يتيح المريض يولي ما عادش حميد، نحيو كلمه حميد هذيك ويولي فريمون غراف على خاطر الناس ساعات يعملوا دي فراكتور كسور يجوني ساعات معناها بالدوخه هذه طاح حتى القام يجري من الفرش نتاعو للتواليت طاح دونك صارت كسر في البوانيي ولا في المخروقه اللي هما عند الناس الكبار حاجات مخيفه معناتها جدا. دونك نردوا بالنا من الحركات السريعه. والمساج الاخراني للاطباء الصف الاول بربي ما عادش تعطيو لي زامينوزيد على خاطر راهم كارثيين وقت تلقى توكسيسيتي لجهاز التوازن راهو ايريكوبيرابل ما عادش فيها حل، بربي ما تعطيوهم كان فما انتيبيوغرام اللي يقول يلزم نعطيوهم. يعطيك الصحه دكتوره بارك الله فيك الله يخليك على النصائح هذيا. كانت بحذنا الدكتوره هنده بن حسونه قويدر طبيبه مختصه في امراض وجراحه الانف والاذن والحنجره واضطرابات السمع واختلال التوازن. يعطيك الصحه دكتوره بارك الله فيك. عايشك ميرسي هجر. عايشك الله يخليك. سلمى برشا على شيماء في الاعداد، ميرسي الامين في الاخراج، وميرسي لزملائنا في اي اف ام تي في. كنت معكم هجر الحناشي، باي باي في الامان.